الو، مساء الخير. سائل يسألني ما هي التمارين المفضلة لديك في التصويب؟ يعني عندي والتمارين المفضلة عندي في التصويب عندما أضع الرأس اثنين بنفس الوقت وأعمل تمرين التصويب. نعم، الحراس اثنين يستخدمون ايديهم رجليهم يدافعون عن الهدف. أعطيك مثال مجرب، يعني أنا عندي مجموعة من التمارين اللي يعني أخلي بيها دائما أضرع فيها حارسي للدفاع عن الهدف. ومو شرط الحارسين يكونون داخل الهدف، ممكن مرة يكونون واحد بالداخل واحد بالخارج، معالجة كرات عكسية. لو التصويب الاعتيادي يضع حارسين وجرب التمارين الرائعة أنه تضع حارسين للدفاع. مثل أجيب لك مثل، أنا والأخ السائل مدرب حراس مرمى متابع جيد، لأن ذكرني بكثير من التمارين القديمة اللي أنا وضعتها على صفحتي. قال لي فلان تمرين فلان تمرين فلان تمرين أنا أطبقه وكذا. أشكره طبعا، أشكر المتابعة، الله يبارك فيه. وسألني هذا السائل، قال دكتور يعني تمارين مفضلة بالتصويب اللي هم تفيد حراس المرمى وتفيد اللاعبين ويكون صعبة على اللاعبين. فقلت له التمرين مثلا نعمل أي كومبينيشن. كومبينيشن هو عملية ربط، تمرين ربط مثل هذا، أو أسهل القول أنه أي تمارين كروس حط حراس اثنين بس، لا تحط مدافع، واحد يدافع عن الهدف وواحد يدافع برا الهدف خارج الستياردات. فيكون هناك كروسينج، يكون هناك اثنين يهاجمون، ليس من أكثر من اثنين بالبداية، فصير اثنين ضد اثنين. من هم الاثنين المدافعين؟ هم الحراس الاثنين. من المهاجمين؟ هم اللي راح يهاجمون الهدف. أي وضعية من وضعيات الكروت جربها بكرة بالتمرين بعد بكرة. فأنا أضع هذا التمرين مثل أسوي رابط بين واحد وثلاثة وداعش، مثلث يلعب واحد إلى ثلاثة وثلاثة يلعب إلى داعش، يهيئ إلى واحد يرد له وينطلق للجناح، واحد يلعب للجناح بينما يكون ثلاثة وواحد هاجموا الهدف بالطريقة اللي يريدوها. يكون من شرط التعليم أن داعش يلعب كرة عكسية، فيصير حارس مرمى بالهدف وحارس مرمى خارج الهدف يتناوبون طبعا العمل من محاولة إلى محاولة، ويحق لهم استخدام ايديهم ورجليهم حتى ينقلون الهدف من الكرة العكسية. بينما المهاجمين الاثنين اللي يدخلون يهاجمون الهدف، مثلا هنا دخل ثلاثة ودخل واحد اللي لعب الكرة للجناح، الجناح طلع للكرة، واحد دخل للقريبة، ثلاثة أول ما لعب كرة استلم من واحد ولعب الدعش انتقل للعمود البعيد حتى يقلقون هذا حارس المرمى خارج منطقة الجزاء. زين، فيصير كروسينج وبالداخل يصير رقم ثلاثة ورقم واحد ضد رقم الحراس المرمى اثنين وواحد، ممتاز. وتعيد من اليمين وتعيد من اليسار والحراس يبدلون مكانهم، هذا حارس داخل الهدف، هذا حارس خارج الهدف، وهكذا. فيصير من التمارين اللي تشوق اللاعبين بشكل منقطع النظر، واللي إذا تحسب فوائدها الإيجابية، فوائدها الإيجابية كثيرة. هو تحدي كبير على المهاجمين أن يسجلون هدف بأن أكو حارسين، فغيرها الطبيعية. لكن بعض الأحيان تحتاج أن تزيد التحديات وتصبح الوضعية كأنما غير طبيعية. وهي تمارين فيه كثير 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 من الناس أو المدربين الجيدين يستخدموها. لكن أنا صاحب فكرة أنه في أحيان ضع حراس اثنين حتى في تمرينات التصويب الاعتيادية، ضع حراس اثنين. مثل لو عندك تصويب أنت من خارج منطقة الجزاء، ضع حراس اثنين، واحد اثنين، اثنين يروح يغطي على الحارس يعني داخل منطقة الجزاء بس يتحرك، يغطي زاوية التهديف سواء باليمين باليسار بالوسط، بينما واحد يبقى يدافع عن هذا. تحدي لا مثيل له على اللاعب المهاجم اللي راح يصور الكروسات الشوتينج، يسوي ألعاب بيها زيادة عددية بعدد ما يعرف بحراس المرمى. فأنا أقول واحد اثنين حراس اثنين، نسوي عليهم تمارين الكروس. أنت عندك تمارين كروس كثيرة، أي بالتأكيد المدربين عندهم أحسن من عندنا.
خصوصا المدربين الميدان يعني اللي يعملون، مو اللي ياخذون شهاده ويجلسون بالبيت ما يتعينون، ذولا ما عندهم تطبيقات، نحتاج نساعدهم، نفتح لهم مجال ان يكونون فولنتير يشاركون بالكوتشنج. فانت كل تمارينك مال الكروسنج هاي بدل المدافعين ارفع المدافعين، خليهم يقول ماكو مدافعين، حط حراس اثنين خلي يشتغلون، واحد ثبت بالهدف وواحد اعطيه الحريه التحرك في منطقه الجزاء. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هاي ماي فيفورت شوتينج تريننج، يعني من تمارين التصويب المفضله عندي انا يعني شخصيا ومستخدمه. طبعا عندي 10 تمارين من هاي، وضعت تمرين سابقا، لا وضعت تمرينين على الحراس الاثنين، وان شاء الله مدرب الحراس الزعلان علي لان ما اضع كثير من تمارين حراس المرمى، واللي انا قلت في مختصين احسن من عندي في تدريب حراس المرمى، هم يعني ياخذون على مسؤوليتهم تدريب حراس المرمى. واشوف انا يعني اتابع في ناس عندنا قمه بالاداء، يضعون يساعدون يجيبون تمارين، لكن انا مو من الناس اللي يفضل ان تاخذ من اليوتيوب وتخليها على شاشتك انت على صفحتك، لا هذا ما يفيد، هذا موجود كل واحد يقدر يكبر. انت ابدع ابدع، الابداع مهم بالنسبه للمدرب. فهذا التمرين تمرين جميل، تمرين ممتاز. بعد فتره من هذا التمرين انه عندنا لاعبين هم 9 و10 ذول شغلهم التصويب زين، فاسوي المرحله الثانيه من التمرين نفس التمرين الاول، يعني اربط ربط تنتهي الكره عكسيه فيهاجمون الثلاثه ويهاجم الواحد والدعش يسوي كروس ويدافعون الحراس مرمى اثنين، واحد اثنين، واحد داخل هدف واحد حر داخل منطقه الجزاء. من تنتهي الكره العكسيه بالنجاح او الفشل الحراس اثنينهم يصطفون على خط الهدف، تسعى يسوي دحرجه سريعه بهاي الكره ويصوب على الهدف بوجود حارسين. تمرين ممتاز جدا. ثم نلعب من جهه اليسار، ثم نلعب من جهه اليمين، والحراس ايش يعملوا؟ واحد يصيب خارج الجزاء خارج منطقه الهدف، اثنين بمنطقه الهدف، احدد شغلهم. الكره الثانيه اللي يصوبها تسعه، اثنين يجب ان يكونون على خط الهدف، او واحد يعني يصير بلوك داخل منطقه الجزاء على اللاعب تسعة، بلوك يعني بي أنه يصير جدار أمام تسعة ليصوب، إذا راح خارج قوس الجزاء، إذا جاب نص قوس الجزاء، إذا راح الجانب، فاثنين دائما يتحرك يسوي بلوك، فيصير هناك صعوبة على اللاعب رقم تسعة بالتصويب. أنت يعني جزئية الإبداع أحبها بالتدريب، أحب المدربين اللي يبدعون يكون إبداعهم جيد ويكون إبداعهم مفيد جدا. فحاول أن تأخذ الأفكار من عندي إذا شاء الله وتطبقها في تدريباتك سواء للحراس أو للمدافعين، بزيادة عدد الحراس في التمرينات التصويب، تمارين وتمارين الربط على الهدف والانتهاء بالفينيشينج فروم كروسس، بالانهاء من الكرات العكسيه او التصويب من الكرات العكسيه. وبعد ذلك راح اضع لك تمرين اخر رائع جدا اليوم، كلمات رائعه من التمارين الحلوه عندما تنفذ بواسطه 2 حراس مرمى، واحد بالهدف وواحد في قوس الجزاء، وفي ربط من خارج منطقه الجزاء، وينفذ تمرين بوجود حارسين للمرمى. بكرة جمعة، جمعتكم مباركة إن شاء الله على الجميع، حتى على الناسين يعني نقول جمعة مباركة على الجميع.